طوفان كبير شهده العالم في أكتوبر 2022، أقوى انفجار كوني شهدته البشرية في تاريخها. الانفجار الذي يعد الأكبر بعد الانفجار العظيم أثر بشكل كبير على الغلاف الجوي لكوكب الأرض، واستمر تأثيره 10 ساعات كاملة. ما الذي اكتشفه الفريق الدولي في بيانات هذا الانفجار العظيم والذي أدهش الجميع خلال الأيام القليلة الماضية؟ ماذا لو كان هذا الانفجار على مقربة من كوكب الأرض ومجموعتنا الشمسية، والذي سيؤدي بدوره لتبخير كوكب الأرض في لحظات ومحو الشمس ومجموعتنا الشمسية من الوجود؟ كيف أثر هذا الانفجار في مجرتنا درب التبانة؟ تخيل صديقي العزيز، انفجار كوني أثر في مجرة كاملة، وكيف تشكل انفجارات إشعاع جاما الخطر الأكبر على كوكب الأرض، وربما تكون هي المسؤولة عن أخطر الانقراضات التي حصلت على الكوكب منذ ملايين السنين. وهل نشهد في القريب العاجل انفجارات كبيرة تهدد حياتنا على الكوكب؟ في البداية نترحم على أرواح الشهداء الأطهار، وندعو الله عز وجل أن يداوي الجرحى ويسلي المكلوبين والمجروحين، وكل التقدير لكافة الإخوة الأفاضل اللي مش بيدخروا جهد في نقل المساعدات، والشكر الأكبر للأجهزة الطبية الجندي المجهول في هذه الأحداث. صراحة كده لما بشوفهم كل يوم بسأل نفسي إزاي بيقعدوا يستمروا وسط المشاهد المؤلمة دي. كان الله في عونهم، بل كان الله في عوننا جميعا في جبر تقصيرنا اتجاههم. الانفجارات الكونية مش وليدة معرفتنا الحالية في 70 سنة اللي فاتت، إنما القدماء لاحظوها في السماء. الناس زمان لما كانت بتلاقي نجم جديد ظهر في السماء كانوا بيطلقوا عليه نوفا، يعني جديد، زي الكلمة الفرنسية نوفو. كانت النجوم دي بتظهر في السماء لأيام أو أسابيع أو حتى شهور. دلوقتي عرفنا إن النجوم الضخمة ديت أو حتى المتوسطة بتنفجر مشكلة انفجارات عملاقة أقواها الهايبرنوفا، وبيجي بعدها السوبرنوفا والكيلونوفا، وصولا للنوفا والمايكرونوفا اللي بتحصل في أجزاء صغيرة من الثانية وبتكون أقل من انفجارات النوفا بمليون مرة. لو حابين نعمل حلقة تفصيلية على أنواع الانفجارات الكونية اكتب لنا في التعليقات، ممكن نناقشها في حلقة منفصلة. لكن ايه هو الانفجار الألمع على الإطلاق واللي حصل في أكتوبر 2022، وظهرت دراسات جديدة الشهر الماضي بتتناول تأثيراته العجيبة دي؟ لكن قبل ما نبدأ في سرد اللي حصل، بذكرك صديقي المتابع العزيز بدعمنا بالضغط على زر الإعجاب لو عجبتك الحلقة. الآلاف من المشاهدات بتجينا هنا على القناة، لكن اللايكات قليلة. لو حاسس باستفادة ما تبخلش، دوس على زر الإعجاب كأقل دعم ليا. ولو أول مرة تشوفنا ما تبخلش علينا بالاشتراك، ويلا بينا في رحلة النهاردة مع أقوى انفجار كوني بعد الانفجار العظيم، انفجارات أشعة جاما أقوى الإشعاعات في الكون. انفجارات المستعرات العظمى السوبر نوفا بتحصل لما نجم ضخم ضعف كتلة الشمس 8 مرات بيحرق كامل وقوده النووي، وبينهار النجم على نفسه وبيطلق طبقاته الخارجية على هيئة غازات وإشعاعات. من ضمن الإشعاعات دي نفسات أشعة جاما المرعبة والمدمرة، يرمز لانفجارات أشعة جاما طبعا بالرمز GRP، وبتحصل لما بينهار النجم العملاق ده ويتحول لثقب أسود، فبيولد الانفجار ده مجالات مغناطيسية قوية جدا. المواد المنهارة دي بتتوجه حوالين قطبي النجم، وبيطلق النجم المواد دي على هيئة نفاثات قوية أو قلم كوني عظيم بسرعة قريبة جدا من سرعة الضوء. أشعة جاما هي نوع من تيار البروتونات عالي الطاقة الناتج عن تدمير شحنات الفوتونات اللي جاية من الانفجارات النجمية بأطوال موجية في الطرف البعيد من الطيف المغناطيسي، وده علشان يتم إنتاجه لابد أن يكون فيه حدث عظيم ونشيط جدا، حدث ممكن يعمل فجوة ضخمة في نسيج الزمكان الكوني، حاجة كده وكأنها بتمزق قماشة متينة من الكتان أو القطن عن طريق شدها. وده بيحصل لما بينهار النجم على نفسه في انفجار السوبر نوفا العملاق، واللي ممكن يشكل ثقب أسود في المنطقة. والثقب الأسود الجديد ده بالتحديد هو اللي بيخلق فجوة الزمكان اللي نقصدها. انفجارات إشعاع جاما قصيرة الزمن هائلة الطاقة بقوة كونتليون ضعف سطوع الشمس. انت متخيل الرقم ده قد ايه؟ 1 وقدامه 18 صفر. دي ممكن تطلق انفجارات أشعة جاما قدر كبير من الطاقة في ثواني معدودة ما تقدرش الشمس بجلالة قدرها انها تنتجه في مليار سنة. عالم كامل من الفيزياء الجديدة على حد تعبير ميركو بيرسانتي، قائد الفريق البحثي اللي هنتكلم عنه بعد شوية من جامعة لاكويلا بإيطاليا. على الأرض بتجيلنا إشعاعات جاما ريز من البرق والانفجارات النووية والتحلل الإشعاعي. في الفضاء عرفنا قبل سنين قليلة إنها بتجيلنا من انفجارات النجوم
على شكل سوبر نوفا أو اصطدام النجوم النيترونية اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده هنا في القناة. تاريخ اكتشاف أشعة جاما الكونية. في دقيقتين اتنين بس هنتكلم عن سر اكتشاف إشعاع جاما الكوني الفريد. اصبر معايا الدقيقتين دول علشان نفهم أكتر عن اللي جرى زمان، وبقدرات عسكرية مهدت لاكتشاف الخطر الأعظم على كوكب الأرض بعد وسائل الإنسان المدمرة للحضارة البشرية، الأسلحة النووية. الخلفية الدرامية لاكتشاف أشعة جاما كانت في سنة 1963 لما أطلق الجيش الأمريكي أقمار فيلا الصناعية علشان ترصد إشعاع جاما الناتج عن تجارب الأسلحة النووية المحظورة. الأقمار الصناعية فيلا رصدت تقريبا 16 حدث لأشعة جاما. الأمريكان اتهموا السوفيت في البداية إنهم بيعملوا تجارب نووية سرية، وفضل الشك الأمريكي في السوفيت 10 سنين لحد سنة 1973، لغاية ما توصل العلماء في مختبر لوس ألاموس الأمريكي إن مصدر الانفجارات دي مش الأرض ولا حتى الشمس، وتأكدت ناسا بعد كده إن مصدر الانفجارات دي خارج مجموعتنا الشمسية، ودي كانت أولى سنوات اكتشاف إشعاع جاما في الكون البعيد، وإن أقرب انفجار أشعة جاما تم رصده وتسجيله كان على بعد 100 مليون سنة ضوئية من الأرض. شوف قد إيه المسافة بعيدة جدا في الفضاء، وبنقول عليها أقرب انفجار حصل وسجلناه. قد إيه الانفجارات دي بعيدة عننا جدا، وقد إيه قوتها التدميرية وطاقتها الرهيبة اللي بتوصل لنا هنا من أعماق الفضاء الفسيح. أقوى انفجار كوني في أكتوبر 2022. في 9 أكتوبر من العام الماضي 2022 سجلت أجهزة الكشف عن التلسكوبات والأقمار الصناعية والمركبات الفضائية اللي بتدور حوالين كوكب الأرض، سجلت الأجهزة دي قصف شديد ووابل كبير من إشعاع جاما جاي من أعماق الفضاء، علشان نعرف بعدين ان التسجيل ده كان لرصد اقوى انفجار شفناه في تاريخ البشرية لإشعاع جاما الفريد من نوعه في الكون. الانفجار اللي سمى بالاسم اللي هيظهر قدامك دلوقتي واللي بيعبر عن تاريخ حدوثه GRB 22009A، كان نشأ عن انهيار نجم في مجرة بتبعد عننا 2.4 مليار سنة ضوئية. تخيل قوة الانفجار قد ايه وهو بعيد عننا المسافة الكبيرة دي جدا. الانفجار الأولي اللي رصدته أجهزة الرصد المعنية استغرق فقط 800 ثانية وعمل طاقة في الغلاف الجوي للأرض بقدر انفجار 1.5 طن من مادة TNT شديدة التفجير، معدل طاقة كبير أكبر من الطاقة اللي بينتجها مصادم الهادرونات الكبير في سيرن، أقوى معجل للجسيمات بناه الإنسان في التاريخ. طبعا ده مش أول انفجار نلاحظه، كان في كتير من الانفجارات اللي اترصدت خلال السنين الطويلة اللي فاتت، وكان اي انبعاث ثانوي لإشعاعات جاما بيستمر لثواني بسيطة، لكن الانبعاث اللي حصل في اكتوبر 2022 استمر ساعات طويلة او ممكن نقول ايام. انفجار جاما الألمع في الكون واللي سماه العلماء بوت سبب اضطرابات في الغلاف الجوي لكوكب الأرض وأثر على الغلاف الأيوني بشكل ملحوظ. ميركو بيرسانتي قاد فريق بحث دولي في جامعة لاكويرا بإيطاليا وقال على الانفجار ده إنه ألمع انفجار تم رصده في إشعاع جاما لحد النهاردة. وقال كمان أستاذه وزميله في الفريق بيترو أوبرتيدي من المعهد الوطني للفيزياء الفلكية في روما بإيطاليا إن الانفجار ده أقوى 10 مرات من أقوى انفجار اترصد قبل كده في سنة 2020. تخيل الفرق قد إيه؟ أقوى 10 مرات، وإن الانفجارات القوية لإشعاع جاما في الكون ما بتحصلش إلا مرة كل 10,000 سنة. يعني إحنا محظوظين جدا إننا عشنا وشفنا أحداث زي كده الصراحة. خلال 800 ثانية اللي اتصدمت فيها أشعة جاما بغلاف الأرض انتشرت طاقة كبيرة شعرت بها أجهزة كشف البرق في الهند ورصدتها الأقمار الصناعية في ألمانيا وكتير من الأقمار الصناعية لمختلف الدول المتقدمة علميا، ومن ضمنها طبعا القمر الصناعي الصيني لرصد الزلازل في نطاق الأطياف الكهرومغناطيسية واللي هو نتاج تعاون صيني إيطالي في المجال ده، وهدفه مراقبة الغلاف الجوي الأيوني وتسجيل أثار الزلازل في الأرض من ناحية والإشعاع الشمسي من ناحية تانية على الغلاف الأيوني للأرض. وحنعرف بعد شوية إيه أهمية الغلاف ده وليه الدول ديت مهتمة بيه. الأبحاث في السنوات القليلة اللي فاتت كانت بتشير إلى أن مستويات الطاقة الخاصة بانفجارات إشعاع جاما السابقة كانت بتنتج طاقة في حدود 0.5 تيرا إلكترون فولت أو أقل من كده. الانفجار بطل حلقتنا النهاردة واللي مصدره على بعد 2.4 مليار سنة ضوئية مننا في كوكبة ساجيتا، وكان أطول 70 مرة من أي انفجار حصل قبل كده، إدى طاقة تعادل 18 تيرا إلكترون فولت. تخيل قوة قد إيه؟ لو لاحظت الرسم البياني ده هتلاقي إننا كل كم سنة بنحصل على كسر للرقم القياسي لانفجارات إشعاع جاما، لكن لاحظ الفرق بين الانفجارات السابقة والانفجار اللي حصل في أكتوبر 22.
مفيش مقارنة، هو الحدث الأكبر لانبعاثات إشعاع جاما اللي اترصدت قبل كده. وكمان العلماء بيعتقدوا إن النجم اللي انفجر وأحدث الإشعاع ده كتلته قد 20 شمس. طبعا الرقم 20 كتلة شمسية كبير بالنسبة لنا، وفاجئنا الصراحة، هو فاجئ العلماء برضو. بس تخيل ليه؟ لأنه كتلته قليلة جدا مقارنة بانفجارات إشعاع جاما المكتشفة قبل كده. لكن العلماء حلوا اللغز دوت مؤخرا. تابع معايا عشان تعرف حل اللغز ده ايه. وفي يوم الثلاث 14 نوفمبر اللي فات خرج الفريق البحثي صاحب الدراسة اللي هتلاقيها في صندوق الوصف، خرج بنتائج البحث اللي بنتكلم عنه وعن غرائب كتيرة حوالين الانفجار الألمع في الكون بعد الانفجار العظيم. لكن السؤال المهم، ايه يعني انفجار أشعة جاما فائق السطوع بالنسبة لنا؟ تأثيرات ملحوظة على الغلاف الجوي للأرض. الانفجار اللي استغرق 7 دقايق واللي تأثيره لحظته التلسكوبات والمراصد ل10 ساعات كاملة من لحظة اختراقه للغلاف الجوي للأرض، الانفجار ده عمل تغييرات كبيرة جدا في الغلاف الجوي للأرض. والأكثر إثارة في الموضوع دوت هو إن التأثيرات دي كانت في طبقة الأيونوسفير العليا لكوكبنا، الحاجز ما بيننا وما بين الفضاء. الغلاف الجوي للأرض بيحتوي على عدة طبقات، منها طبقة الأيونوسفير وبالتحديد ما بين 50 إلى 950 كيلومتر فوق سطح البحر، لأن طبقة الأيونوسفير متقسمة لكذا مكان في الغلاف. في الطبقة دي بتوجد جسيمات مشحونة أو أيونات. بيشير العلماء إلى أن الجانب العلوي من الأيونوسفير بيقع عند الكيلو 350 فما فوق، والجانب السفلي تحت النقطة دي. الفريق البحثي لاحظ الاضطرابات دي بسبب إشعاع جاما الناتج من الانفجار في النص العلوي للطبقة ديت، تقريباً على ارتفاع 500 كيلومتر. الاضطرابات دي بتشير إلى تغير في المجال الكهربي للغلاف الجوي العلوي، وده بيعني أن كل الجسيمات المشحونة في طبقة الأيونوسفير اتأثرت بإشعاع جاي من برة. في المعتاد الإشعاعات دي بتكون جاية من الشمس، لكن الاضطرابات اللي لاحظوها في 9 أكتوبر كانت من نفسات السوبر نوفا على هيئة إشعاع جاما رايز. الاضطراب ده برضو أثر على الطبقة السفلى من الغلاف الأيوني للأرض، وترك بصمة ملحوظة تماما كما تفعل الأشعة الشمسية اللي جاية من الوهج الشمسي الجديد. التأثيرات دي زي ما بيقولوا العلماء كانت مشابهة جدا للتأثيرات اللي بتعملها الانفجارات الشمسية اللي بتوصل للطبقة دي. أهمية البحث اللي عمله الفريق الإيطالي إن الأول مرة بيتم ملاحظة تأثيرات انفجار أشعة جاما على طبقة الأيونوسفير العليا. كل القياسات اللي كانت قبل كده من سنة 1994 ولحد النهاردة كانت بتعتمد على رصد طبقة الأيونوسفير السفلية، وده بفضل عمل بيرسانتي ورفاقه على جمع بيانات من مراصد وأقمار صناعية كتيرة رصدت الحدث ده. كل التأثيرات دي جديدة على علماء الفلك، والأقرب من ده كله هو ملاحظة إن المجال الكهربي بيتقلب ويتأثر في حين إن المجال المغناطيسي ما تأثرش، وده لغز محير للعلماء وبيحتاج لتفسير في المرحلة اللي جاية. وبالمناسبة الشمس وحدها هي اللي تقدر تأثر على الطبقة العليا للغلاف الأيوني، وبالطبع أكيد هنقدر نقول إن إشعاعات جاما اللي جاية من المستعرات العظمى القريبة هتعمل التأثير ده وأكتر. لكن انفجار على بعد 2.4 مليار سنة ضوئية ويعمل التأثير ده، فقد إيه كانت قوة الطاقة اللي جاية من الانفجار ده؟ والأهم من ده كله، قد إيه أهمية الغلاف الجوي الخاص بالأرض اللي لولاه لحصلت كوارث كبيرة جدا بسبب الإشعاعات دي. انفجارات إشعاع جاما والانقراض السادس على كوكب الأرض. لو حصل انفجار لأشعة جاما على مسافة 100 مليون سنة ضوئية بس من الأرض، وتم توجيه النفاثة الخاصة بالإشعاع ناحية الأرض، فده حرفيا هيبخر كوكبنا، وده بيعزز فكرة إن وجود مستعر أعظم في مجرتنا ممكن يشكل خطورة كبيرة على أشكال الحياة على كوكبنا، بل على كوكبنا كله كده هلا بيلا. وفي حالات ممكنة مش هيأثر على الغلاف الأيوني وبس، ده بل ممكن يتلف طبقة الأوزون، الدرع الواقي من الأشعة الفوق بنفسجية اللي بتيجي من الفضاء وبالتحديد من الشمس. وعلشان كده عدد من العلماء بيعتقدوا إن أحداث انقراض جماعي حصلت على الأرض قبل ملايين السنين ممكن يكون سببها انفجار إشعاع جاما كان قريب وضرب الأرض في نفس زمن الانقراض. ليه الدراسة اللي قام بها الفريق الإيطالي مهمة؟ ولاحظ أنا كل شوية بسأل السؤال ده وبنلاقي الإجابات مختلفة، كل شوية إجابة جديدة وفايدة جديدة، وده بيظهر لنا حجم المعلومات المخفية عننا وإثارة كبيرة جدا بتحصل للإنسان في فك ألغاز الكون من حواليه. طبعا الحياة الممكنة على كوكبنا بتعتمد بشكل أساسي على الغلاف الجوي للأرض، وأي اضطراب كبير فيه ممكن يدمر الحياة حرفيا. وعلشان كده
تحليل أثار انفجار إشعاع جاما بتاع أكتوبر دوت مهم لأنه ممكن يوفر لنا معلومات على انقراضات جماعية حصلت في الزمن البعيد من تاريخ الأرض، وإيه اللي ممكن يحصل لو حصل انفجار مماثل قريب في مجرتنا مثلا زي اصطدام النجوم النيترونية الموجودة في مجرتنا. طبعا من غير المتوقع أنه يحصل انفجار سوبر نوفا قريب في مجرتنا في الفترة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. أقرب نجم لينا ممكن ينفجر في انفجار سوبر نوفا هو نجم منكب الجوزاء اللي اتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت، ممكن تتابعها من الأي لفوق أو حسبها لك في صندوق الوصف. تأثيرات الإشعاع في مجرة درب التبانة وفهم النسيج الكوني. المفاجأة الكبيرة اللي متوقعهاش العلماء في انفجار السوبر نوفا اللي أحدث إشعاع جاما دوت المكتشف في أكتوبر 2022 إنه انفجار لمستعر أعظم متوسط ومش عملاق زي ما توقعوا، نجم شبه ضخم انفجر وأطلق حوالي 11 كتلة شمسية من المواد. وده السر اللي بيشك فيه العلماء إن النفاثات القوية للإشعاع أخدت معاها وهي جاية جزء من الكتلة الضخمة دي، وده إداها زخم وقوة كبيرة جدا في سفرها عبر ملايين السنين لغاية ما توصل للأرض. لكن الأمر المهم اللي حصل، وأعتقد إن ده من أهم المكتشفات الكبيرة لحدث انفجار إشعاع جاما في أكتوبر 2022، يعني كل اللي اتكلمنا ده عليكم والكشف اللي جاي ده كوم تاني. الكشف الكبير التالي هو صورة الحلقات اللي ممكن تلاحظها قدامك دلوقتي واللي نشأت من الإشعاع اللي اخترق مجرتنا درب التبانة في جزء منها ووصل للأرض. والعجيب ان الحلقات دي ما شكلهاش الانفجار البعيد، انما شكلتها النفاسة بتاعت إشعاع جاما في سحب الغاز والغبار اللي موجودة في مجرة درب التبانة وهي بتخترق الحجب دي. غبار مجرتنا سافر مع الألم الكوني العجيب لغاية ما وصل لمنطقة قريبة جدا مننا فتم رصدها. يعني الحلقات دي شكلتها مجرتنا درب التبانة أثناء مرور النفاسة في الأجزاء بتاعتها وفي أجواءها، وده بيمثل مسح سيني عظيم جدا للمجرة. طبعا كمية بيانات كبيرة جدا وأكيد هتظهر أبحاث في الوقت القريب، وأكيد إحنا هنا في قناتكم إنفوسفير هنتابع الموضوع دوت بشغف وترقب وننقل ليكم نتائج دراسات البيانات دي أول بأول. طبعا كان تلسكوب جيمس ويب وتلسكوب هابل رصدوا المنطقة دي علشان يعرفوا سبب البوت العجيب ده والنفاثة الخاصة بإشعاع جاما السنة اللي فاتت، لكن للأسف كان الرصد متأخر وما كانش في نتيجة في الرصد ده بحسب المحررين في موقع space.com. بالرغم من أن انفجارات أشعة جاما وهو الشكل الأكثر نشاطاً للفوتونات، لكن مش من السهل الكشف عنها. تلسكوباتنا ما زالت بتكتشف نطاق صغير جداً من الطيف الكهرومغناطيسي ليها على المسافات البعيدة، وده هيحتاج أنواع جديدة من التلسكوبات وتكنولوجيا جديدة بتحاول دول كتيرة دلوقتي تطورها. احنا قدام واحد من اقرب الانفجارات الطويلة اللي تم مشاهدتها على الاطلاق لإشعاع جاما الرهيب، وفر للعلماء فرصة عظيمة جدا لدراسة تأثيرات إشعاع جاما البعيد عننا، ووفر كمان كشف مهم لأجزاء كبيرة من مجرتنا وبنيتها العجيبة، بل وهيساعد في مراجعة خرائط المجرة وتصحيحها. يا جماعة عايزكم تتخيلوا كم كبير من الأحداث الكونية اللي افتقدناها حصلت في الماضي وقت ما كان الإنسان ما عندوش التكنولوجيا اللازمة لرصدها، وبالتالي فقدنا كتير من المعلومات عن الانفجارات دي في الأزمان الغابرة. لكن في الوقت نفسه احنا محظوظين ان احنا بنعايش في زماننا ده، احداث كبيرة زي دي ما بتحصلش الا كل 10,000 سنة، وازاي الانسان قدر يصنع الاجهزة المتطورة ديت اللي تخليه قادر على رصد الغاز كبيرة في الكون الشاسع من حوالينا كانت مخفية زمان عن اجدادنا واسلافنا. لكن اللي بيخلي الواحد حزين فعلا وبائس هو كمية العنف الوحشي للانسان في الارض تحت غطاء من اكبر دول العالم اللي بيدعي ساستها انهم رعاة الحضارة وحماة الانسان على الارض. وابلغ دليل على كده هو استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الامن من يومين من قبل الامريكان لرفض هدنة انسانية ملحة في غزة بيحتاج ليها الناس هناك اللي بلغوا مبلغ كبير من الجوع والدمار الكبير. لكن اللي بيخلي عند الواحد امل في المستقبل هو رفض شعوب العالم والاحرار في كل مكان لهذه الأفعال الشنيعة اللي بترتكب باسم الحضارة الإنسانية وهي أبعد ما تكون عن روح الإنسان السامية. وعليه لازم في مجتمعاتنا العربية نكون فاعلين في الاستفادة من الرفض الشعبي العالمي ده ضد العدوان. مش نقول زي واحد في التعليقات كتب لي يقول لي دول غير مسلمين وإحنا بنكرههم، ناس بتتضامن معانا وتقول لي نكرههم، حاجة عجيبة بصراحة. فأنا حاسس أننا لازم نغير أفكارنا ونكون أكثر واقعية وأكثر قدرة على أننا نستفيد من الأحداث اللي حوالينا علشان نتغير للأحسن ونمتلك القوة اللي ممكن تدافع عن حقوقنا وحقوق المستضعفين في الأرض. الخطر الأكبر من إشعاع جاما اللي ممكن يبيد الأرض مستقبلا هو الإنسان الذي يرفض أن يتعايش مع أخيه الإنسان أو أن يعترف بحقوقه في الحرية والعيش بكرامة. وأظن لو الوضع العالمي استمر على كده ستنتهي الحضارة الإنسانية قبل أي خطر كبير يتهدد كوكبنا من خارجه. أسأل الله عز وجل أن يرحم الشهداء ويداوي الجرحى والمكلوبين. نلتقي في حلقة جديدة. طاب مساؤكم.